للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ. مرحبا بك سعادة الدكتور معنا اليوم في استديو مركز الأخبار. ولو تحدثنا عن خطة مملكة البحرين للتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر للإسهام في حماية المناطق الساحلية. طبعا ظاهرة تغير المناخ هي ظاهرة عالمية، وظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر هي نتيجة لظاهرة تغير المناخ. تشير كافة الدراسات اللي قامت فيها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أنه راح يكون في ارتفاع منسوب سطح البحر لجميع السواحل في العالم، وخصوصا إلى بعض الجزر. الحمد لله احنا في منطقة الخليج العربي منطقة محصورة، فالارتفاع راح يكون عندنا ارتفاع طفيف، متوقع أن التأثر في مناطق طفيفة. ولهذا مملكة البحرين وضعت خطة للتعامل مع هذه الارتفاعات من خلال سياستها واستعداداتها المستقبلية. فكانت الخطة مبنية على محاور، كيف ممكن نحن نوسع ونطور من الشواطئ، وكذلك ممكن ننشئ فيها مناطق مماشي ساحلية ويكون لها مردود اقتصادي وترفيهي. وزراعة المانغروف من ضمن الخطة الوطنية للتشجير اللي أطلقها سيدي سمو ولي العهد، كلها بتكون وبتصب في إطار التعامل مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر، ولها مردود طبعا إيجابي واستعداد إلى المستقبل. مملكة البحرين دائما وأبدا إن شاء الله تحت قيادتها الرشيدة تضع الخطط للتعامل مع أي ظواهر في المستقبل، وهذه من ضمن استعدادات مملكة البحرين. نعم، كل الشكر سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ. شكرا لك. شكرا.